يقول: ما نصيحتك لمن يقول وهو على معصية سأفعل المعصية ثم أتوب؟ نعم، هذه قالها إخوة يوسف. إخوة يوسف قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وفعلا مد الله لهم في العمر حتى تابوا إلى الله تبارك وتعالى، وقال يوسف: استغفر لنا ذنوبنا، وقال لأبيه: استغفر لنا ذنوبنا، وذكر أنهم صاروا صالحين بعد ذلك. ولكن من يضمن أنه يعيش حتى يتوب؟ ومن يضمن أنه سيتوب؟ لأن ليس كل إنسان يعني يعيش بحسب، ليس كل إنسان يعني ليس أحد يدري متى يموت، فقد تأتي المنية شخصا قبل أن يتوب والعياذ بالله. والأمر الثاني أنه قد لا يوفق للتوبة، وكما قيل: المعاصي بريد الكفر، والمعصية تجر معصية، وقد لا يوفق للتوبة إما لرفقاء سوء أو نفس أمارة بالسوء أو غير ذلك من الأسباب. فهذا الكلام باطل جدا، وهذا من الشيطان أنه يقول للإنسان افعل المعصية ثم تب بعد ذلك، هذا من تلبيس إبليس. فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى ولا يفعل هذا الأمر، طالما أنه كتب الله له من العمر وتاب كإخوة يوسف فالحمد لله.